نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من أسوان حيث تم الانتهاء من مرحلتين من مشروع ممشى أهل مصر. وفي الفيوم حيتم النهاردة انطلاق احتفالات المحافظة بالعيد القومي للفيوم. أما في المنيا فتم توزيع أكثر من 16,000 شنطة مواد غذائية مدعمة، وفي أسيوط تم تطوير ورفع كفاءة 74 منزل بقرى الفتح وبوتيك ضمن حياة كريمة. تفاصيل أكتر وأخبار من محافظات أكتر هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان بيتم تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم اللي بيشهد اللمسات النهائية للانتهاء من المشروع بالكامل بطول 4 كيلومتر، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بنسبة 100%، وجاري العمل في المرحلة الثالثة المنطقة الوسطى المواجهة لحديقة بلازا درة النيل. في المنوفية تم دعم المحافظة باعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط لمشروعات الخطة الاستثمارية بقيمة 35 مليون جنيه ضمن مبادرة حافز تميز الأداء، وهيتم توزيعها على مراكز منوف وأوسنا لضخها في مشروعات البنية التحتية، وده ضمن برامج التنمية المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبما يحقق التنمية المستدامة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن برنامج احتفالاتها بعيدها القومي اللي هتنطلق اليوم الخميس بوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري بميدان قارون، وبتستمر الاحتفالات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس، وهيتم خلال الاحتفالات وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة. في المنيا بتواصل مراكز المحافظة طرح مواد غذائية مدعمة بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الرئاسية خفض الأسعار، وده من خلال قوافل متنقلة بالقرى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، وتم توزيع وبيع 16,250 شنطة سلع غذائية مدعمة بقرى المراكز. في الشرقية أكدت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 1415 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية تم تنظيمها بقرية مباشر في مركز الإبراهيمية، وده حفاظاً على الثروة الحيوانية وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية. فأسيوط أعلنت المحافظة عن تطوير ورفع كفاءة 74 منزل بقرى مركزي الفتح وأبوتيك ضمن مشروع سترة، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. في الدقهلية نظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية السلام مركز ديكرنس، وتم خلال القافلة توقيع الكشف على 1743 مريض وتوفير العلاج بالمجان. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن توزيع طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بأربع مراكز بالمحافظة، وهي كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم والرياض، وسلمت مديرية الأوقاف اللحوم لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجمعيات الخيرية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبمناسبة شهر رمضان الكريم.